مساء الخير، تحية قافية للسيدات والسادة المستمعين، مرتبط بتقديمي تجربة عريقة في تاريخ الزجل المغربي الحديث والمعاصر. أتحدث عن تجربة حمد المسيح من خلال ديوانه الأخير بين وبين. بطبيعة الحال اتصف هذا الديوان بعدة خاصيات جمالية وموضوعاتية وأطروحية كذلك، سنحاول أن نقاربها من شرفة خاصة أعطيتها عنوانا فرعيا: الرمز الشعري في التجربة الأخيرة لحمد المسيح. نعرف جميعا أن الرمز هو أداة تعدد من رسائلها ومن معانيها، وتقترب من الإخفاء والإيحاء. الأمر الذي يشترط من الباحث أن يقوم بتأويلها لكي يحوز في نهاية المطاف رؤية الشاعر في كليتها، سيما وأن تجربة الرجل تقترب من نصف قرن من الكتابة. أحمد المسيح بدأ الكتابة في السبعينات، وإن كانت تجربته في نظر المتواضع تنقسم إلى جزئين: هناك ما قبل 1994 في ديوان شكون طرز الماء، وما بعدها. لماذا؟ لأنه في هذه اللحظة يتراجع صوت التقريرية والمباشرة والهتافية لصالح ماء الشعر. بطبيعة الحال هناك تداخل بين الدواوين، مثلا كلام آخر أنا أعتبره شخصيا هو الحضن الحاضن لتجربة قتلتني القصيدة. وشكون طرز الماء بحكم اشتغاله على الماء في عموميته هو التربة الخصبة التي أنبتت بين وبين. وإن كان الشاعر قد انتقل من الكل إلى الجزء، من الماء إلى الموجة، ولكن هناك خيط ناضم رفيع جدا يبقى رابط بين الأعمال كاملة. وبالعودة إلى عتبات الديوان، يبدو أن عنوان من قبيل بين وبين عنوان مغرق في الجريد، عنوان يطرح أكثر من سؤال لاعتبارات عدة. ترى هل قصد الشاعر بهذا العنوان التموقع بين التغزل في المرأة التي أضفى عليها صفة الموجة، أم قصد الحب الإلهي من خلال إعجابه بمشمولات الوجود؟ وهل التواجد في الوسط أو بين وبين بلغة الشاعر شيء ممكن، أم أن حب الجزء لا يستوي إلا بحب الكل؟ وما القصد بتجنيس الشاعر لديوانه باعتباره نصوص ما قبل الكتابة؟ هل المراد هو أنها مسودات لم تنضج بعد للنشر، أم أن الأمر إحالة على فكرة تراود أغلب المبدعين وهي عدم الاكتمال والنقص الذي يعتبر نصوصهم مهما نضجت؟ هذا الوعي يظل يرافق المبدع طيلة كتابته. وإذا كانت عتبة نصوص ما قبل الكتابة تحيل على كتابة ذهنية فقط وليست كتابة على الورق، فهذا يشترط أن نصادف التشطيبات والتعديلات، على اعتبار أن هذه القصائد بوح عفوي دون تعديل، وهو الأمر الذي لم نصادفه داخل الديوان. جملة من الأسئلة سترافقنا على امتداد المقاربة. الآن نمر إلى طبيعة الرموز في هذا الكتاب الشعري بين وبين. واضح أن الشاعر تكأ على وفرة من الرموز التي تنتسب للحقل الطبيعي. أتحدث عن اعتماده على الموج، على الرمل، على الريح، على النور، على العتمة، على البحر، ورموز مجاورة. على كل حال الرمز كما نعلم يوفر جهد قول كل شيء بأقل أشياء، ولذلك يتقاطع مع الشعر في كليته. الشعر هو أن تشعرني بكل شيء لا أن تقول كل شيء. والرموز المشار إليها أعلاه
اكتسبت في كل قصيدة معنى جديدا، ولم تبقى كما الرمز الرياضي مثلا واقفة عند مدلولها الأول. هذه الرموز بقدر ما شحنت قصائد الديوان بجمالية خاصة جعلته يبدو أحيانا ملتبسا، ويرجع ذلك في غالب الظن إلى أن اللاوعي في اشتباكه بالوعي هما معا يكتبان القصيدة الرمزية التي ترنو للتحرر من المحسوس وتنتصر لإرادة الإفصاح بالإيحاء والترميز. والجدير بالذكر أن الطبيعة في هذا الكتاب الشعري شكلت مصدر إلهام للشاعر كوقوفه المطول عند الموجة، موجة البحر، كرمز مركب توزع على مجمل قصائد العمل، فضلا عن حضور امتدادات البحر وحبات المطر والسحب وما إليه. والماء عموما جاء في معجم رموز لنادية جوليان هو رمز للتطهير، وفي الحلم هو يحيل على اللاوعي، وفي الواقع يحيل على الولادة المتجددة. يقول الشاعر في شدرة تحت عنوان علمني البحر نحلم، مديت يدي الموجة منه، حجبتني عليه كانت هي البحر كله. ويضيف قائلا في شدرة ثانية تحت عنوان موجة وشمة في الماء، طرزت قفطانو الليل سلهام، جمعها مع الرمل خلي الظلام يقشر السر. ينبغي التشديد بداية على أن الطبيعة عموما كانت وستبقى مصدر إلهام للمبدعين جميعا، ومنبع جمالي لا ينضب، لأنها في الأصل قصيدة كونية ولوحة أبدية. فقط بتحويل الشاعر لبعض أجزائها إلى رموز ضخ خطابه الشعري بطاقة شعرية خاصة. فبين عناق الرمل بالموج وانفصالهما ومعاودة العناق، أطلعنا الشاعر على عوالمه الداخلية، والسبب أنه لا ينظر للطبيعة على أساس أنها شيء مادي منفصل عنه، وإنما يراها امتدادا له وجزء يغذي تجربته ويجعلها تصل ببهاء مختلف للآخر. فإذا كانت الأمواج مثلا في التمثل العام توحي بالعظمة والقوة والغموض، فإنها في هذه التجربة تخلت عن دلالتها الأصلية وحضرت بمعنى الارتواء من ظمأ الحياة وبعث الأمل بغد أفضل، كما حضرت في مرات أخرى باعتبارها موضوع الرغبة المتمنعة والواقعة في حالة انفصال عن الشاعر الذي تماهى مع الرمل. يقول في شضراب بالصفحة 11: خليك موجة خمر وخلي الرمل سكران بيك يحلم ما يفيق. ويضيف في صفحة 16: يا بحر كن لي موجة في رمل تسرح، قال الرمل مشيتي مني ومن شفت منك. ثم يضيف الشاعر بصفحة 23 أسئلة موحية ودالة تماما، مثل السؤال رقم 1 حيث يقول: سولتني موجة واش أنا كاين، قلت وقتاش كنت كاين قبل ما تسوليني. ثم يردف سؤالا ثانيا يقول فيه: شكون قال كنت انتي وكنت انا وما كانش الزمان. ولجدة استعمال رموز هذه التجربة بما في ذلك الموج الرمل البحر، بدو وكأنهم خرجوا للتو من قاموس جديد والشاعر صانعها. فالموجة ارتبطت بالتجدد وبالتكامل، والرمل اقترن بالعنصر المحتضن، وهذا التقابل بين الماء والرمل خدم درامية النصوص الشعرية المؤسسة على الحوار والتكامل لا التفاضل، وهو ده التقابل بين العتمة والنور الذي حضر في قصيدة مكتف بضوك، حيث قال الشاعر في الصفحة 14:
تنزل مني ملح في الضو يمنحني الضو ونبقى فين وصلت مشلول. يا موجة وصلي يصلي عليك لمان الرمل مسلم، يا موجة جايك النهار عمى والرمل عكاز، صوني حلمو راقد فرح مضو، المحبة بحر من نور يظهر الكون إلى كانت موجة جناحه. الملاحظ أن الموجة كرمز حضرت مرة باعتبارها امرأة، ومرة باعتبارها الحياة كاملة، وثالثة باعتبارها المحبة المفتقدة في وجود بائس. وهكذا كما أن تجلياتها الحسية ترى واحد بين الموجة والسحابة وحبات المطر، بل إن أحيانا حضرت فكرة عرفانية وغاب المعنى الحسي للمرأة، فكرة ينشد الشاعر المحب من وراءها الطمأنينة. وتعدد تجلياتها نابع من حيرة الشاعر أمام معشوقته، معشوقة تتعدد صفاتها وتجلياتها، إذ أن الصفة الواحدة لا تكفي للحب الإلهي، إذ كيف للمطلق أن يحيط به المفرد العاجز المحدود. والشاعر وهو يبحث عن السكينة كتب قصائد تحت نزوع تأملي في الخلق والكون باعتماد التجربة الذاتية والرمز تحديدا. ولهذا اكتسبت المرأة عدة تجليات، كما هو شأن الخمرة التي خرجت عن دائرتها الضيقة، فأضحت تدل على معنى يعطل الحواس الخمس المعروفة لكي يرى الشاعر رؤية القلب، رؤية الوجدان. يقول الشاعر مرة أخرى في قصيدة تحت عنواني في كاس موجة، موجة فتحت كتابه ومدت يدها لكاس السر، تمنيت يكون عنواني في كاسها خليك موجة خمر، وخلي الرمل سكران بيك يحلم ما يفيق. ويضيف في قصيدة مرايا سكرانة في الصفحة 19، طحنة من سحابة بيني وبينك مرايا، ولا حد منا عرف منها وجه أو ظهر، ندسينا فيها سميتك موجة سميتيني رمل، وكانت المرايا كاس خمر بغينا عسيلة، جات نحيلة بنات لينا في الضل قصر. واضح جلي من خلال هذه القرائن الشعرية التي مرت معنا انصراف الشاعر الكلي للتعبير الرمزي وتوسله هذه الرموز كوسائط تبلغية للتعبير عن تجربة خاصة، وهي رموز على كل حال تجاوزت الواقع الحسي وتخطته إلى ما هو مجرد. ومن هذه الرموز كما قلنا رمز الموجة التي استغرقت الكتاب الشعري كاملا ولم تقتصر على نص أو اثنين، ولذلك هي رمز كلي وليس رمز جزئي. أضاء رموز جزئية مجاورة مثل رمز الرمل والضوء والعتمة وسواهم، رموز حضرت في الغالب في شكل صور شعرية أضاءت رؤية الشاعر للذات والآخر والعلاقة بينهما. نخلص إلى أن هذا الكتاب الشعري الأخير للشاعر أحمد المسيح توسل رموز مستقاة من الطبيعة، وهذه الرموز اختلفت باختلاف السياق، بعضها مبتكر وبعضها مستقى من تجارب شعرية سابقة، ولكن تبقى هذه التجربة لها فراتها ولها تمييزها. صادق شكر على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء. تحية خاصة، تحية تقدير ومحبة
للرفاق في بيت الشعر، هذه المبادرة وهذه الالتفاتة المشكورة، مشكورين عليها. وشكرا للناقد الصديق محمد رمسيس على المتابعة عن قرب وعن بعد للتجربة، وشكرا لمنشورات مقاربات على مبادرتها في احتضان وفي اختيار هذا الديوان لإصداره. أريد أن أنبه إلى أن هذا الديوان فيه تجربة تجمع ما بين قسمين. القسم الأول هو موجة ضاوية، حيث الاشتغال فيه على رمزية الموجة والرمل والعلاقة الجدلية بينهما. والقسم الثاني هو منتخبات من ديوان سابق، اللي هو سطر واحد يكفي، والذي كان قد صدر بالاشتراك مع الفنان الصديق عبد الحي الديوري برسوماته وأنا بنصوص مني. وهذه النصوص اعتبرتها أنها كأنها مشروع كتابة، هي نصوص قبل الكتابة، ولكنها تصر على أن لا تكون ملتفتة لما قبلها، لا تريد أن تكون صدى، ولكنها تجمع ما مضى لتكون صوتا خاصا بها. علمني البحر نحلم، مديت يدي الموجة منه حجبتني عليه، كانت هي البحر كله، أعطيت بالظهر وأنا نفيقه. سكرتني موجة، حلت الموجة سوالفها، كنت رمل سترتني برقصتها، سكرتني بزار ماها، غارت في أعماقي ناشف، تغزلت الطيور، فقت من تحت زار الماء، فاقد الذاكرة. موجة وشمة في الماء، موجة وشمة في الماء، طرزت قفطانه، الليل سلهام جمعها مع الرمل، خلى الظلام يقشر السر، رمل شاعل وموجة طافياه، تمحاو لما الضو شعل. من فايا موجة مشيت مني وملقاني غير ضلي، كذبت على راسي ولما غرقت لقاني، نسيت راسي في موجة وما بغيتش نطلع من غرقي، مشيت مني كانت دواخلي معريها الضو وسترتها موجة، قالت لي ما تسألش وخليك غايب، انت ما كاينش رمل حاني. قلت طفيني في ظلي، ربيت الوهم
في الضوء، جاني في الظلام، عراني في قصر ومحاني، موجة في البرزخ، موجة متردة قدامها ضباب وراها ريح معاقة، والرمل حاضن نوارة الجمرة، غتجي مع المد ما غتجيش، غتجي مع المد ما غتجيش، القمر بدل شوفته في الأرض، ما بقى لا جزر ولا مد، موجة في شوفتي، زولت شوفتي وبقات موجة فيها، سمعت موالها وتسكنت، فقت تخيلت راسي حنة في يديها، عنواني في كاس موجة، موجة فتحت كتاب حروف ونور، ومدت يدها الكاس السر، تمنيت يكون عنواني في كاسها، خليك موجة خمر، وخلي الرمل سكران بيك يحلم ما يفيق، حاير بين العمى والنور، حيرة اليقين يعني، والموجة تضوي الحيرة، سال بسكاتك وقر النظرة، سافر بيها ليك، شميت المعنى بين ضباب البحر وشعل فجر، نعمي بالعشق نشوف بيه، أمنت بالسر يخفى ما يطير، أمنت بحماق هذاك اللي ما كاينش قدام جدبته الدخلانية، موجة حيرة وصيت الكلام وعطرت غناه، بسيرتي سقيت الخيال، مديت لغتي تحت المشنقة، الما خيال ضلك بدي حير، كانت الحلمة كتبة والقلم كان مفتاح في البير، ميت أنا بين يديك وعينيك للسما بدات تشير، كنت بين غابات الضو والخيال كان لك سرير، حماني مني وحصلني فيك، دمعة النجمة تجرح الظلام، زغردت الشمس طاف مال كيس مايا، رشها بالنور في السحابة خلوتك، وانا بلا جناوح بغيت نطير، مرايا سكرانة طحنا من سحابة، بيني وبينك مرايا، ولا حد منا عرف منها وجه او ظهر، ندسينا فيها سميتك موجة، سميتيني رمل، كانت المرايا كاس خمر، بغينا عسيلة جات نحيلة، بنات لينا في الظل القصر، زوقات وفراشة بسر، بسحر البسمة قوم حاد السر، ما بقى مني غير ضلي عيا ما ينوض واعتر، قدامه في المرايا زلت والنور يهر ويعري مستر، لما بغيت نقول بغيتك قالت المرايا راك
تتكلم راسك، بديتي ربما كتسكر. يا سارح الغيوم، يا سارح الغيوم، را الريح ديب السما. يا سارح الغيوم، كتب عليها عنواني. يا النحلة ستريني من الغيوم فغناك. يا النحلة ملت لك وخفيت لم ملتي وتقالت الغيمة بعسلك. يا سارح الغيوم، را الزمان تولد لما تفصل النور على الظلام. جمعت المياهي باش تبايع النحلة نجوم على جلد السماء، والنحلة الجلدي سحاب مقابر التمهيدات. سحاب مقابر التمهيدات، دموع السحاب فيقوني نكون حجاب إلى هجم الزنبور. شحال من بحر في كاسي، شحال من بحر في كاسي، وكاسي باقي خاوي. شحال انا تمنى، شحال انا استنى، كان السحر الخافي ولا كنا. كنت شمعة تعريك، كنت رماد نسترك مخبي جمرة. كنا صورة على الورقة، ضل حالنا وما عرفنا واش كنا. كنا سر والكتبة جاسوس، ما عرفنا واش كنا أو ما كنا. ما العناد جهة الضوء، مقفزنا من ضلنا، عرانا الظلام وما بقى حد منا. عزينا الخسران ومشينا منا، تداوبنا في حضن المحال رحنا. اعتقنا السؤال من صمتنا، وكتبنا بينا راه غير احنا. تخيليني سؤال حشمان، تخيليني حلمة مهرسة، تخيليني إشاعة جافلة، وما تتخيلينيش حاجبك بالشعة. نصليو تحت شلال النور، نقراو في عينينا كلمة المرور. الكلام مرعوش، الكلام مرعوش، والخيال مقطع السلاسل. الفعال يخدمونا والذاكرة تتسلطن. مديت يدي قرات مخفى، الجدبة فكت شعور الليل والنور مطفى. علاش ما الروح حجبنا؟ علاش من ضلنا مصفى؟ نقدر نتسلفني منك، يقدر رضاك يسرحني منك، يوشمني في الريح. تقدر تكون كتابتي عكاز، وانا باغيها تكون سفينة في الهبال تسيح. نهربوا بيها فينا كل مبناتنا صور واقعي، نعاند ونطيح. نتفتتوا في الماء، نشربونا نسكروا بينا، نكونوا في صلاة العشق تراويح.